دلوقتي على اللي بيحصل في امريكا. طبعا حضراتكم عارفين انه ماما امريكا بتقف جنب بنتها او ابن اسرائيل في كل شيء. انتخابات دلوقتي المفروض ان هي الاجراءات بتاعتها ابتدت، الملامح الاوليه للانتخابات الامريكيه ما بين بايدن وما بين ترامب. المناظره اللي حصلت ما بين بايدن وما بين ترامب، ودي كانت اول مناظره، كانت عبثيه وهزليه. بايدن بيتلخبط في الكلام، بينسى الكلام، كلامه مش مرتب مش منظم، يعني لا يجوز ان هو حاليا يكون رئيس لامريكا، يعني الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده الامريكيه احنا بنتكلم على يعني كيان كبير جدا، يكون رئيس هذه الدولة مش عارف يقف، مش عارف يتكلم، مش عارف يرد. ده حدث ضخم ضخم جدا، وعمل عند الديمقراطيين حالة من الذعر لأنه خايفين ان الراجل ده هيخسر بشكل كبير جدا، لأنه هو مش عارف يتكلم، مش عارف يرد، مش عارف يقف. خلاص راجل عجوز جدا وفي مناسبات كتير بينام وما بيبقاش مركز ومش عارف هو هيروح فين. والحقيقة ان هو اختيار من السيء للأسوأ ما بين بايدن وترامب. احنا عندنا مجرم اول شفناه تحت مسؤوليته وتحت رئاسته في الولايات المتحدة الامريكية، اسرائيل عملت ايه في قطاع غزة، وشفنا المجازر اللي حصلت تحت ولايته، مش هنقدر ننكر حاجة زي كده. والأسوأ منه هو ترامب اللي هو على ايده وفي عهده تم اعلان القدس عاصمة لاسرائيل. فطبعا الاتنين من سيء لأسوأ، واحد سيء والتاني أسوأ منه، أسوأ منه، واحد مجرم والتاني مجرم اكتر منه. يعني ترامب كان بيطلع بيقول في المناظرة بتاعته، بيقول لبايدن انت بتقول ان حماس، ان اسرائيل هي اللي مش عايزة تنهي الحرب، او لا عفوا، قال ان حماس هي اللي مش عايزة تنهي الحرب وانه احنا واقفين مع اسرائيل وكذا وكذا. فترامب بيرد عليه بيقوله لا، اسرائيل هي اللي مش عايزة تنهي الحرب، وانت مش عايزهم يشوفوا شغلهم، انت مش عايزهم، خليهم يخلصوا الشغل بتاعهم. ده رأي ترامب، خليهم يخلصوا الشغل بتاعهم. وقال له انت فلسطيني، ده انت كده شايفه ان هو فلسطيني وفلسطيني سيء. قال له انت فلسطيني سيء، انت شايفه كده ان هو فلسطيني بعد كل المجازر اللي حصلت وبعد كل المشاهد المرعبة اللي احنا شفناها، شايفه ان هو بعد كل ده فلسطيني؟ فحضراتكم متخيلين ترامب ده بيفكر ازاي وسياسته هيبقى شكلها عامل ازاي؟ فالحقيقة الواحد لو حط نفسه مكان الشعب الامريكي، فين الديمقراطية اللي هما بيتكلموا عنها؟ هو بيختار من سيء لأسوأ، ليه مفيش اختيارات تانية؟ ليه مفيش غير بايدن أو ترامب؟ الاتنين عواجيز جدا، الاتنين مجرمين حرب. فانت ليه ما عنديش اختيار تالت؟ ليه ما عنديش اختيار سوي؟ ما عندهمش على فكرة. ومع ان في طلع في الاعلام الامريكي يعني بعض الناس بتقول ان الديمقراطيين لا قلقانين وكده، احنا هنشوف اختيار تاني غير بايدن، ونقدر ان احنا نشوف لازم يكون في اختيار تاني غير بايدن، وبايدن ما يكملش الحملة الانتخابية. ولكن المساعدين في البيت الابيض طلعوا واكدوا ان بايدن مكمل في الانتخابات. فالواحد هنا ساعات بيفكر بيقول هي دي مؤامرة عليهم شخصيا ولا ايه؟ اصل واحد مش عارف يقف، مش عارف يتكلم، عجوز جدا وتايه، فايه الاصرار؟ الواحد ساعات بيفكر بيحلل في المشاهد اللي هو بيشوفها، ايه الاصرار الغريب ان بايدن يكمل وان هو مش واعي مش مركز؟ ايه الاصرار الغريب ده؟ اصرار غريب جدا ويدعو للتساؤل حقيقه يعني. طيب انا دلوقتي معايا على الهاتف الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي والمتخصص في الشان الامريكي. اهلا وسهلا يا دكتور، من نيويورك. يا دكتور اهلا بيك يا فندم، واهلا بجمهورك الكريم. اهلا بحضرتك. طيب انا لسه كنت بقول دلوقتي ان احنا في الانتخابات الامريكيه الاختيار من سيء لأسوأ منه. ال 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 الشعب الامريكي نفسه يعني بيقول ايه؟ الشارع الامريكي بيقول ايه؟ بيقول بايدن ولا بيقول ترامب ولا بيقول الاثنين مش كويسين، احنا عايزين اختيار ثالث؟ الديمقراطيين هل بيفكروا حقيقي في ان هم يشوفوا بديل لبايدن؟ يعني الشارع الامريكي وفقا لاخر استطلاعات الراي اللي حصلت في يعني الايام الماضيه البسيطه، يعني في مثلا الصحه الادراكيه ومدى ادراك الرئيس بايدن، ايوه قبل المناظره كان 65% يقول انه لا يتمتع بالصحه الادراكيه، بعد يونيو زادت من 65 بقت 72% قالت انه لا يتمتع بالصحه الادراكيه. ايوه فالسؤال تاني برضه في استطلاع، هل يجب يترشح بايدن للرئاسه؟ فبراير 24 كان 63% يقول لك لا يجب ان يترشح الرئاسه.
بعد المناظره الكارثيه بتاعته 72% لا يجب ان هو يترشح، و46 من الديمقراطيين اللي هو الحزب بتاعه يعني تقريبا نص الحزب مش عاوزه يترشح. ايوه. اما يعني اتفضلي يا فندم. لا اتفضل يا فندم، انا بسمع حضرتك. يعني لو الشارع الامريكي بيقول يعني ان هو لا يجب ان هو يترشح، لا علي الا يترشح، ليه ما يترشحش؟ ايوه قال لك عمر سنه كبير 86%، قراراته 71% مش موافقين، سجنه الرئاسي 66% بيقول ان هو ما حققش حاجه، ايوه قدرته على قياده حملته 59%، يعني 60% من الامريكان بيقولوا ان هو مش ناجح. ايوه. يجي بقى في اخر حاجه، هل هو عنده وجهه نظر واضحه؟ ترامب اخذ 47% منهم عنده وجهه نظر واضحه. بايدن 21%. طيب هل هو بريزيدنشال يعني رئاسيا او يعني يليق عليه الرئاسه؟ ترامب 46% قالوا يليق. بايدن 28% قالوا يليق. هل هو عنده ثقه في نفسه؟ ترامب 44% قالوا عنده ثقة في نفسه، بايدن 18% قالوا عنده ثقة في نفسه. قدم سياسات واضحة خلال المناظرة، بايدن 43%، عفوا ترامب 43%، بايدن 35%. يعني كل استطلاعات الرأي بتقول ومع ذلك في اصرار على الترشح، ومع ذلك مفيش دلوقتي اي نفي طلع ان هو مش هيترشح، يعني في اصرار على ان هو هيرشح نفسه وان هو داخل الانتخابات مع كل الاستطلاعات الراي اللي في الشارع الامريكي. هل تعتقد ان هما ممكن يغيروا رايهم الديمقراطيين، ولا هيفضلوا على رايهم وبرضه اتفضل. هما بداوا يغيروا على فكره، النهارده الحمله طلعت تصريح قالت اذا ما تنحى بايدن عن استكمال حملة الرئاسية كاميلا هاريس اللي هتكمل. ايوه. النهارده في جديد ان هم بداوا يحسوا ان فعلا اللي عمله في المناظرة كان كارثي. طبعا. وان بدات الناس تفقد الثقة فيه حتى كرئيس حالي. ايوه. انا قلت تصريح من يومين ان يمكن ان يتم تطبيق التفعيل 25، التعديل 25 للدكتور، واللي بيسمح لو في 8 من وزرائه في الكابينت بتاعته قدموا طلب للكونجرس الامريكي لاعفاء الرئيس من الرئاسه لحالاته الصحيه حتى بقيه الاربع اشهر الباقيين لخمس اشهر الباقيين. طب دكتور ماكن، عايز اسال حضرتك سؤال. يعني هو من الواضح من فتره طويله انه بايدن مش في حاله صحيه جيده ولا في حاله عقليه جيده، ازاي رئيس دوله بحجم الولايات المتحده الامريكيه يكون بهذا الشكل والموضوع يعدي عادي كان ما فيش حاجه؟ ازاي؟ عشان احنا ما عندناش 30 ست هنا في امريكا يا حبيبي. ايوه. يا طيب، لو بقى في اختيار تاني امام ترامب، فتعتقد انا بس كل اللي قلقني او كل اللي انا عايز اسال عنه مستقبل قطاع غزه ومستقبل فلسطين والتعامل مع هذا الملف، مع المظاهرات اللي حصلت في الجامعات الامريكيه وفي الشوارع الامريكيه ضد اللي بيحصل والانتهاكات والجرائم اللي بتحصل ضد شعب غزه. فده ما اثرش على سياستهم حتى في المناظره، ما اثرش على كلامهم، كانهم مش شايفين الناس، كانهم شايفين اللوبي الصهيوني فقط وتاثيره على الانتخابات الامريكيه. فتعتقد انه لو في حد جديد ترشح امام ترامب هيكون في سياسه جديده فيها التعامل مع قطاع غزه ومع فلسطين، ولا هيكون نفس السياسه بالظبط وربما اسوا كمان؟ انا متفائل شويه مع ترامب، لان في اسوا اللي عمله ترامب من نقل السفاره ومن الاعتراف بالجولان، الخطه اللي قدمها اللي كان بيسميها صفقه القرن وانا قلت عليها صفعه القرن كانت مبنيه على حل الدولتين. ايوه. يعني كانت دوله متقطعه الاوصال ولكن دولتين. ترامب هيوقف الحرب وهيجبر بنيامين نتنياهو ان ينصاع للجلوس على طاوله المفاوضات ويرجع تاني لحل الدولتين. وخلي بالك المستوطنات اللي اتفككت في سينا ممكن مستوطنات تتفكك في الضفه الغربيه مع الاراده السياسيه، مع ترامب عايز يعمل. بس هو ترامب في المناظره ما قالش كده، ترامب في المناظره قال خليهم يخلصوا شغلهم، يعني خليهم ينهوا على القصه، يعني خليهم يكملوا الحرب، ده اللي اتفهم من كلامه. ما هو الكلام برضه له معنيين، هو يقصد القضاء على القدرات العسكريه لحماس خلاص، لكن النهارده بعد الوثيقه اللي سربت النهارده من اسرائيل، لا هم مش عاوزين يقضوا على حماس،
ولا عاوزين يعني عايزين افراغ غزه من الفلسطينيين. أيوه. الخريطه الوثيقه اللي خرجت النهارده من المحاضرات الاسرائيليه الوثيقه بتقول اللي احنا قلناه، هم عايزين يدفعوا الفلسطينيين دفعا لتهجير القصر سينا. مظبوط. فالنهارده بايدن بيقول له لا، انت بتقول اهدافك العسكريه ترضي على حماس، خلص المعركه واخلص. أيوه. لكن مفيش حاجه اسمها تهجير. طيب ترامب لم يذكر التهجير لا من قريب ولا من بعيد. اخيرا في كلمه واحده، تعتقد مين اللي هيكسب، ترامب ولا بايدن؟ قولا واحدا ترامب، لان طيب. حتى لو كاميلا هاريس هي اللي كملت الحمله الانتخابيه، كاميلا هاريس ليس لها طعم ولا لون ولا رائحه. مظبوط مظبوط، وانا بضم صوتي لصوتك. دكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي والمتخصص في الشان الامريكي، بشكرك جدا، كنت معانا من نيويورك.